انا لقيت بنتي بتواجه احتلال غاشم، بتواجه دبابات، بتواجه جبات، بتواجه يهود، بتواجهش انسانيين. بنتي لحد اخر لحظه تحكي لي يا ماما الدبابه جنب السياره، يا ماما بدي اوطي صوتي عشان ما يسمعونيش، انا يا ماما الجيب جنبي بدي اسكر عشان ما يسمعونيش. تحكي لي تفصليش يا ماما، انا خايفه، وانسوني يا ماما. وهي تحكي لي وانسيني يا ماما بالقران، بدي اقرا قران يا ماما. دبابه جنبي اقول لها هنود انت بخير يا ماما؟ قلت لي انا بخير. فتح الباب، انا سمعت صوت فتحه الباب، انا فتحت الباب لما كنت اتكلم مع الهلال انه حد فتح باب السياره، جيش هلال انا مش عارفه، لكن فتح باب السياره وحد اخذ بنته، لانه لو كان الجوال في جهل. بدنا بنتنا، بنتنا عايشه، بنتنا مش ميته، بنتنا لو ما ماتت من كثير صغيره، هي 5 سنين عمرها بس، صغيره كثير، تقعد بين جيش وتقعد مصابه 4 ايام.